السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا لماريو ميكر 2 بإذن الله. في الفيديو هذا راح نلعب بعض من مراحل الهاشتاج الجديدة اللي أرسلتوا لي إياها، فإن شاء الله أنها تكون مراحل حلوة، فما راح نطول أكثر في المقدمات. نقول بسم الله ويلا نبتدي. راح نلعب المرحلة هذه من فهد وكاتب هلا سعود، هذه مرحلة خفيفة من تصميمي، أول مرة أسوي مرحلة وتوني جديد وإن شاء الله تعجبك. خلونا نبتدي مرحلة فهد ونقول بسم الله. مرحلة الماريو وورلد واضح، فخلونا نشوف. بالتوفيق يا ايما اي ام ام، كان كاتب 2020 ولا 2010 ما انت. اي اوكي 2020. باوزر، ليش باوزر هنا يا صاحبي؟ طيب انت راح تقدر، هو يمكن كان يبغاها شل جنب بس كنت تقدر انك تنقز بالطريقة هذه. خلونا نشوف، ما ادري هل يبغالي اني احتفظ بالشل ولا لا، ماني عارف. المهم فعندنا تشيك بوينت هنا، هالباوزرات هذه مسببة قروشة بزيادة. لا باوزر وبيبي باوزر، اوس شوف الشغلة اللي جايبها، بدال ما تحميني ذبحتني. يلا ما عليه، كنت اقدر اني ارميهم على ذول بس قلت يمكن بستفيد منه على النهاية، لكن ما عليه. خلونا نكمل نشوف وش المفروض يكون او ايش انه المفروض نسوي. راح اني اقدر انقز على هذول على اساس اني احتفظ بال، بس ما ادري يمكن ان الفكرة انه لازم ارتفع لفوق. لا ما اعتقد، ولا كان ما خلاها كذا. طيب ما يمنع، راح اخذ واحدة معي. راح اخذ واحدة معي. اوكي طيب ممتاز، هذا الثوان بعد واضح انه بالحركة هذه الظاهر انها حركة باراشوت. يلا الامور المفروض انها ممتازة. طيب كان بيتفعل اون اوف يعني ولا ايش؟ والله ما ادري، خلونا نكمل. بلاتفورم لطيف والفوز اتوقع. قول كلام غير كده. طيب كويس، كنت راح اقدر اني اروح من الجهة الثانية. شكرا فهد، شكرا على المرحلة. كان في كم من ثغرة كان ممكن تغطيها، لكن بداية حلوة، بداية حلوة. يعطيك العافية ونطلع الجديدك. يلا ما قصرت، هذه احلى نقمة. بالتوفيق يا بطل. بنلعب المرحلة هذه من مصطفى، وكاتب ان هذه تكملة للسلسلة تبعت الكايزو تبعته. المرحلة طويلة وفيها 2 تشيك بوينت لكن ما فيها صعوبة. يلا نقول بسم الله، وظهر انها بعد اوكي ماريو وورلد بعد. خلونا نشوف. اوكي نلحق الحبيبي لهنا، نثق فيه. ممتاز الى الكوبا، ماني عارف هل اوكي ممتاز. الوضع في قمة اللطف. يا شبي في ما هي رناية يعني، ما راح احتاج موضوع ال الون ابس. طيب اوه ايش اللي صار، ايش اللي صار، غريبة. يلا خلونا نكمل. توقعت اني اخذ او اكون اخذت التشيك بوينت الاول، بس مو متأكد بالضبط وش اللي صار. بس يلا ما عليه ما عليه، خلونا نعيد. يمكن كانت المشكلة في النقزة تبعتي ما كانت اوكي زي كذا. ممتاز لطيف جدا، نفعل الاوني اوف. اوكي ممتاز، اتوقع ان هنا المفروض انه يكون التشيك بوينت الاول. اوكي لطيف جدا، الحق القروش. اوكي رائع، في منتهى الروعة. السمكة هذه، هو ما اعتقد ان المشكلة بالسمكة، اكيد يعني المشكلة في التركيز على جهة الباراشوت، لان احيانا يبتدي بيسار فاتجاهه يكون يمين او العكس. ما انتبهت للبلاتفورم، كان سريع شوي. اوكي ممتاز، خليك واثق فيه. كاني انتبهت القرش هنا، لكن ما كان في قروش في المرحلة.
أو يمكن أني ما انتبهت. أوكي، قروش حمراء كنت أقصد. طيب أوكي، هنا القرش الثاني جالس أشوفه. طيب لطيف، في قدامنا الحين كم؟ 4 قروش. معنا هل فوتنا قروش في البداية؟ والله ما أدري يا جماعة الخير. المهم خلونا نكمل. طيب لطيف، هذه راح تروح فوق. نفس الشيء نلحق البلاتفورم، نعطيها قفزتين. ما انتبهت للخلد الموجود هناك. يلا ما أتوقع أن الوضع في مشكلة كبيرة. خلونا بس نكمل ونتوقع وجود الشغلات اللي طيحتنا أو اللي خلتني أخسر أني أكون هنا. ظهر أنها شل، ما أدري ليش توقعت أنها شل جمب. ما كان عندنا 3 قروش من البداية ولا قرشين؟ والله نسيت. بوم بوم، أوكي انقز على ذا وذا وذا. واضح أنه في قفزة ثانية. البوم بوم، وين الثالثة؟ طيب هذه الثالثة. لا أوكي، بوم بوم وينه؟ غريبة. أوه هذا هو بوم بوم، جاي كبرة إلى هنا. اسحب عليه قبل لا ينقض علينا. شفتوا كيف؟ فعلا في قروش فاتتني غريبة. والله ودي أعرف وش هي النهاية السرية. يلا خلونا نعيد. تشوفون هنا كان القرش الأول. والله ولا انتبهت له، أو خلونا نقول ما انتبهت للطريقة اللي كان ممكن ندخل. بس أنه أوكي كويس أني انتبهت أنه في قرش هنا أصلا. لحظة، أما يطلع هنا، أما هنا القرش الأول. دقيقة واو والله ممتاز صراحة، حبيت الفكرة جد رهيبة. فممتاز يعني أن هذا شيء زي الإكسترا. وأماكن الكوينز ما تكون واضحة أو ما تكون سهلة، فزي اللي زيادة إذا أنك قوي الملاحظة أو أنك لاحظت أن في مكان ممكن أن يكون مخفي. حلوة هذه حركة الرينبو اللي طالع من البايب، لطيفة بعد. لا أهنيك صراحة. وهنا القرش الأخير المفروض اللي مع البوم بوم. فصراحة متعة صراحة بشكل مو طبيعي، يعني حبيت الأفكار. فكذا الوضع ممتاز إلا إذا قتلني بوم بوم كويس. فخلونا نشوف وشو هي المفاجأة السرية أو المكان السري. إن شاء الله اللي في بالي. دقيقة، الله، يعني سبحان الله، مو على الفاضي يعني. جيت هنا مو على جيتي ما كانت على الفاضي، سبحان الله. الوداع، ما ادري اذا في شيء حماه ولا لا، بس اهم شيء النية يا شباب. فالله يعطيك العافية مصطفى، شكرا على المرحلة، جميلة صراحة. يعني الافكار الكايزو البسيطة كانت لطيفة، وجود التشيك بوينتين كانت حلوة لأي لاعب. واللي عجبني موضوع الكوينز الحمراء انهم كانوا في اماكن صعب تحديدهم يعني من غير تركيز. فنطلع لجديدك ويعطيك العافية. بنلعب المرحلة هذه من روكس وكاتب السلام عليكم سعود، انا عضو جديد في الاي ام ام، الله يحييك. بديت قبل يومين وتعلمت كم مهارة وجمعت كل اللي تعلمته في هالمرحلة القصيرة، فان شاء الله انها تعجبك. فيلا خلونا نقول بسم الله. والشرط وشو؟ اني افوز من بعد ما اقتل، طيب اقتل 3 من القنبات. فواضح ان المفروض اني اسوي سبن عليهم. مع ان اعطاني خوذة في البداية راح تحميني ضد الشوك، وواضح ان حتى اماكن الاسهم كويسة، يعني هذا اللي يبدو لي. فخلونا نكمل. معناها دقيقة، شو السالفة؟ هو اتليست، بما انها اتليست فمعناها ان مو بس هذول القنبات اللي راح نشوفهم. يعني اعتقد ان ممكن نصادف قنبات في النهاية. الحين صارت ليست. ف
فالمفروض ان كذا امورنا كويسة. ليش يقول لي ممنوع اني ادخل البايب؟ اوكي هو قال لي ممنوع بس خلونا ندخل. ايش ممكن يكون؟ حلوة 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 منك. المفروض ان الحين ندخل الباب على طول اللي راح يودينا للفوز. والله صراحة انت اثبت شغلتين، اثبت اني اثق فيك في موضوع الابواب والاسهم، واثبت انك راح تكون ان شاء الله من الناس الممتازين. فنطلع الجديدك وشكرا على المرحلة. نلعب المرحلة هذه من جاسر وكاتب السلام عليكم اخوي سعود، هذه اول مرحلة من تصميمي، خفيفة لطيفة، اتمنى تنال اعجابك. فخلونا نقول بسم الله. فشكل الفيديو هذا كلهم مراحل ماري وورد، وكاتب انها فور اخونا مبارك ولي، فصممها لنا اثنيننا. فخلونا نشوف. اوكي بلاتفورمينج بمساعدة الكوبات في البداية. اوكي بوم جاجل، فنعطيها سبنات الى اوه كان المفروض اني اكسرها، ما ادري ليش توقعت ان بس راح ابعد بقدر المستطاع فاهملت القفزة الصحيحة. يلا عادي ما عليه ما عليه، الواحد دائما اذا استعجل مصيره انه يجيب العيد، والمفروض انكم تعودتوا عليه خلاص يعني. شفتوا كيف جالس انصح نفسي وانصح الشعب ان الاستعجال وذا. يلا ما علينا نعيد. يلا هالمره اضربها على الطرف وانقز على طول، على الطرف وانقز على طول. بيتل، فاكيد ما فيها كلام. شل جنباية، فوش عندنا؟ طيب خلونا نغش شوي. طيب فنختصر هذا كله. ما ادري هل اقدر اروح، اقدر اروح فوق. اوكي وبعدها اقدر ادخل الى البايب. وش عندي هنا؟ لا اوعى قول كلام غير كذا. لا حول. طيب يلا يا شباب، اول تصميم لكم، لا تلوثون بباوزر، قلت لكم هالشي كذا مرة. يلا يلا يلا، فرصتي فرصتي فرصتي. كويس ممتاز ممتاز. لازم مصر ان تروح علينا الورداية. يلا خلونا ندخل او نرجع الى العالم الاول والاساسي. حاليا ما شفنا اي تشيك بوينت. اوكي واضح اني استخدم الاخ. اوكي استخدمه في اني اروح بعيد واعطيها. ليش ما اعطيتها قفزة؟ ليش ما اعطيتها قفزة؟ زلق لويجي. يلا هالمرة راح اخليها قفزة مع انطلاقة حرية نعطيها الى النهاية. اوكي ممتاز تشيك بوينت. اوكي سبن على هذول. اوكي افتح الطريق. يبغالي اني اكمل. اوكي كويس، ما ترى مرة استعجلت. طيب شكرا على المرحلة. واضح انك جالس تتعلم على جزئيات وشغلات، ف المرحلة عبارة عن جزئيات مختلفة. ف شكرا، نطلع لجديدك. المرحلة هذه من عبد الرحمن وكاتب، هذه مرحلتي الأولى، أتمنى تلعبها وتعطيني رأيك. فيلا خلونا نلعبها. ملاحظ أن أغلب المراحل في الفيديو هذا كلها أول مراحل للمصممين وكلها ماري وورد. يلا خلونا نقول بسم الله ونبتدي. أوكي هي 30 ثانية و طيب ممتاز، حاليا الإشارات واضحة والوضع ممتاز. اوكي عندنا بلاتفورم. خدعتني، كان المفروض انقز نقزة عالية يعني. دقيقة ما انتبهت وش اللي صار، يمكن كان المفروض اني انقز عالية اشطفهم هذول. وثقت فيك يا عبد الرحمن، المفروض ما اثق فيك. طيب مرحلة حليوة جميلة، فنشكرك. وهذا الستار، ونطلع لجديدك. نلعب المرحلة هذه من سعود صالح وكاتب، هذه مرحلتي الجديدة بتصميم لينك، أتمنى تستمتع، وعبارة عن تجميع قروش.
يلا على الأقل مرحلة غير عن ماريو وورد يعني. يلا وبما أنها مرحلة البطيخ ما راح أقول لا، فخلونا نشوف مرحلة سعود أو ميني سعود أعتقد إيه. فيلا خلونا وشو نو هذه؟ كني انتبهت النو ويس، بما أنها هي تجميع قروش أكيد المرحلة طويلة. الظاهر. طيب أوكي، لازم إني ما أكون ملقوف ليكون راح علي، بس المهم خلونا نكمل. هل هو واحد وبس؟ إيه والله شكله بس واحد، ما أعتقد إنه راح يرجع. يلا خلونا نعيد، يلا خلونا ندخل الحين وعلى طول نبتدي جزئيات. هذه يمكن انها المفروض انها تكون الجزئية الاولى، اني اعطيها العكسية، فلو شفنا بعيد راح اقدر اني حتى لو اخذ دامج بوست بقدر اني اكمل. لازم استخدم الاسهم بس ما اضرب، كويس ما اضرب البي سويتش بالغلط. طيب اقدر اني اكسر، بعدين انقز ابتعد عن هذا، اوكي انحبس ما راح يقدر انه يفعل لي اياه مره ثانيه. هنا اقدر استخدم القنبله. تحت راح تبتدي الجزئيات الحين، هنا راح تبتدي الحين الاربع جزئيات نقدر نقول. اوكي وشو عندنا هنا؟ اربع غرف، خلوني ابتدي بشكل دائري يعني يمين تحت ومن هالكلام. قنبله، الظاهر انه لازم اني انزلها الى الاسفل. اوكي حلوة، شكلها حلوة. يلا انزلي معاي بكل سرعة. كانت مرة قريبة. يلا ما عليكم، تجي ان شاء الله هالمرة. هش 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 هش. فكذا الامور ممتازة كجزئية اولى. خلونا نشوف الجزئية اللي بعدها بعد ما اخذنا اول قرش. نقلنا حركة دائرية يمين، بعدين هذا اللي تحت، بعدين يعني نقدر نقول انه مربع. وشو عندنا هنا؟ اوكي اعتقد اني لازم اني احمي الجول تبعي. اوكي يلا، طب ممتاز. الى متى؟ الى متى؟ في شعلة نار فوق. الظاهر ان في شغلة المفروض انها تتفعل، ما ادري هل كان في قنابل؟ ما انتبهت لوجود اي قنابل صراحة. طيب يلا خلونا نكمل، ان شاء الله ما تطول الجزئيه هذه كثير، والمفروض ما اكون بعد على الطرف مره كثير بعد نفس الكلام عشان ما اغلط زي قبل شوي. النار الى وين؟ وين راح تروح؟ المفروض اوكي تفعل بي سويتش. طيب لطيف، كذا نقدر نقول ان راح نقدر نمر هنا من دون مشاكل. او كان بي سويتش اللي فعل؟ اوكي لا فعلت بي سويتش. طبعا نفس الشيء موضوع الصوت، يبغالي اخذ لي سماعة. اعتقد الحل حق المشكلة هذه مو مشكلة اساسا، يعني يبغالي احط سماعة بس الكسل وما يسوي. وشو هنا؟ انطلاقة بيجاسوسية، يبغالي اني اكون سريع. يلا نعطيها الانطلاقة البيجاسوسية على طول. الله ممتاز، كويس انه ما هي بس كذا انطلاقة بيجاسوسية. اوكي راح اقدر. يا سلام، لا 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 لا، صراحة هذه الجزئية ممتازة، ممتعة كانت. المفروض انه راح تبقى لي اخر جزئية اللي هي هذه، بالاضافة الى السيفتي كوين. وشو هذا؟ ليش غلط؟ وش الغلط؟ هل المفروض اني افلت؟ كان المفروض اني افلت ولا ما ادري. لا مو هذه، مو هذه. يا الله ما يمنع ما يمنع، يلا خل اعيدها مره ثانيه. كانت جزئيه ممتعه صراحه وخلصت بسرعه بشكل رهيب، مع اني حاسس اني متاخر شوي بس يلا ما عليه. فعل لي اياها لو سمحت. وين كانت؟ انا قلت اني بمشي بشكل دائري. بديتها بيمين بعدين كذا، المفروض انها هذه ولا ذي؟ الا المفروض انها هذه. وين المشكلة؟ هل المفروض اني افلت من ال، يمكن لازم افلت البوت على طول؟ بجرب اني افلت على طول بشوف. وش اللي صار؟ وش اللي صار؟
كيف تفعلت قبل شوي؟ لازم اني اخلي الحمراء، لازم اخليها يعني هي ال اوكي. الحين في معلوم. طيب ممتاز. لازم على فوق. الله يا الصويب. طيب لا غلط، بالاسفل قلنا. ها شكلي راح اصوب مرة من بدري على هذه الموجودة بالاسفل. لا الله كذا ممتاز، فاعتقد اني اقدر انقز وافلت الحين. دقيقة وشو في هنا؟ ها وشو هنا؟ يمكن لازم اوكي هذه راح تفجر القنبلة وخلاص. اتوقع انه خلاص يعني راح تثبت تحت، حتى راح اقدر اني استفيد منها كبلاتفورم او كقفزة عشان اني انقز عالي. فكذا ممكن اني اكون خلصت كل اللي احتاجه. السيفتي كوين موجود بالاسفل المفروض، لاني مو جالس اشوف شيء. هذا هو السيفتي كوين. طيب على الفوز. الله يا الترول. راح اقدر اني انقز هنا، وكنت اقدر اني يا سلام، والله مرحلة جميلة صراحة. اهنيك يا مني سعود، شكرا على المرحلة، مرحلة حلوة صراحة وذكية، افكار ذكية كلها، فاشكرك ونطلع لجديدك. راح نلعب المرحلة هذه من سهير وكاتب السلام عليكم سعود، هذه مرحلتين مني لك انا واخوي الصغير. فخلونا نبتدي اول شيء بالمرحلة الاولى، فمكتوب انها فوتو ذا سنو، وكويس انها مرحلة ماريو يو كتغيير بعد. اوكي ما هي سبيد ران، اعطيها الزحلوقة والنينجا، انا اللي جبت العيد فيهم او فيني، المهم انا السبب، انا اللي نقصت، ما علينا، ونقصت مرة ثانية بعد، الكبرياء وما يسوي. طيب خلونا نشوف، ناخذ حبة الثلج هذه الموجودة هنا، واعتقد ان في ماشروم هنا. اوكي ممتاز. يا الله للأسف راحت علي الثلجاية اللي كانت موجودة. طيب يلا خلونا نكمل، اعطيها الويو. يا الله الله لا يعمينا، ما ادري ليش مو قاعد اركز، بس بما انها تشيك بوينت الامور ممتازة. خلونا نشوف، والله التصميم لطيف، تحسون المرحلة كأنها من نينتندو كذا، سيمبل وبسيطة يعني، ما فيها فلسفة زيادة وما هي مملة يعني، فيها زحلوقات وحركات. ما ادري هل بستفيد من الثلج ولا بس كذا حطتهم. اوكي باخذها لليوم الاسود، لكن شكلها ذابت. راح اقدر، شايف الجزئية ذي في مكان، بس وين؟ مو غريبة علي الجزئية ذي. ناخذ المفتاح اللي هنا، واضح انها بتطيح هذه، ليكون راح استفيد من الماشروم. اوكي نعطيها ويو ويو الين ما نوصل الى الاعلى. سنيك بلوك ما كان لازم. وي صح ما كان لازم من جد. لا الا كان لازم. دقيقة ما ادري ليش نقصت هناك، على طول شفت شيء و طيب يلا ما عليه، خلونا نشوف هل بنقدر ان ننقذ الوضع. ما قدرنا ان ننقذ الوضع ولا بطيخ. يلا خلونا نعيد، خل على طول انقز من بعيد. اعتقد اني اوكي ممتاز، قدرت اني اوصل، فالامور ان المفروض، المهم خلونا نكمل. السنيك بلوك، اي يا عم يسحب على السنيك بلوك على طول، خش الباب. اوكي ننتبه من النيران، راح تشتعل بالاسفل الحين. اوكي ممتاز، خل اعطيها ويو سريعة وانتبه، فكذا راح اقدر اني اطلع من الجهة الثانية لفة لطيفة. هل
المفروض اني اكون بالاسفل. يا عادي سهلة، نعطيها ويو. اوكي، وبعدها ندخل الى الباب كماشات، نعطيها سبين، ناخذ المفتاح الموجود هنا، سبين بسيط، تشيك بوينت ثانية لطيفة. طيب اعتقد اني اقدر. اوكي راح ادخل الباب، خل اشوف ايش عندي، ابتعد عن هذا الين ما تنفجر بسبة القنبلة، اقدر اني احشر نفسي هنا بعد نفس الكلام. اعطيها بعد سايكل واحدة الين ما تنفجر القنبلة فيكون وضعي بالسمباتيك. ما ادري اذا في شيء تحت ولا لا، ما اعتقد. فخلوني اطلع من البايب الحين، راح احتاج هذه. اوكي ما حطتها على الفاضي اكيد، راح يكون نزول غثيث. طيب ما عليه. اوكي ما كان مزعج بزيادة، بس ان شاء الله ما يصادفنا شيء مؤذي. ما كنت احتاجها يعني. المهم والله مرحلة ممتعة كانت. فنلعب المرحلة الثانية، اتوقع انها مرحلة الاخو الصغير، فيلا خلونا نشوف ونقول بسم الله. وبعد ماريو يو وذيس از ميز، مرحلة متاهة هالمرة. طيب اوكي خلونا نقول ان شاء الله نستفيد منه، ما يندرى مع انه راح يصحى وينكبنا انا متأكد. شاه ما اعتقد اني راح استفيد منه، والله يمكن استفيد منه صراحة. تعال تعال شوي، ليش لا، ليش ما استفيد منك يعني؟ اذا ما استفيد منك استفيد من مين؟ نسيت ان هذا مو الثلج، لعبت مراحل كثير ثلج لدرجة انه عادي اطب عليه يعني من دون اي مشاكل. ما اتوقع ان المرحلة هذه بتكون ممتعة زي اللي قبلها، خصوصا ان حركتي فيها ما هي يعني ما مو جالسة اتحرك بحرية زي اللي قبلها يعني، لكن مو معناها انها راح تكون مرحلة ما هي كويسة. اوكي في عندي كوبات كثير، طيب ما حطوا لي اي شيء مشروط، هل كان المفروض اني اروح هنا؟ لا. يوه البابا غنوج ذا موجود هنا، وفي نينجا هنا. اعتقد بما ان في عندي مشاكل كثير هنا بتواجهني من الوحوش، فممكن تكون هذه هي وجهتي الصحيحة. كويس اني ما نقصت ولا كان جبت العيد بسبب الثلج الموجودة هنا. اوكي هذول الثلج راح يطيحون، فاعتقد ان هذه ممكن تكون وجهتي الصحيحة. لا والله ما هي وجهتي الصحيحة، توقعت، بس توقعت يعني، كنت اروح لجهة الخطر لان كذا توقعت اني لو اني بدال المصمم بقول اكيد راح يحسب انه كذا هو مو كذا، لكن طلع ما عندي سالفة. طيب لو فرضا نزلنا هالمرة الى الاسفل، نزلت زيادة، لا بحتاج على الاقل دامج بوست على اساس اني اروح. لا دقيقة، جالس اشوف ابواب كثير، الله يخليكم لا تقولون لي اللي في بالي. اوكي ما في شيء هنا بعد. والله شكل اللي في بالي يا شباب، شكل اللي في بالي. خلونا نروح هذه ثاني واحدة. كويس كويس. طيب اوكي الاولى، شفنا الثانية غلط، فنشوف هذه. اوكي معناها هذه الصح. طيب ممتاز، وشو عندنا هنا زيادة؟ راح اقدر لو اني هبط ما يفرق، لانها كذا ولا كذا هذه نفس الجهة، بس جالس احاول اني اقلص الاحتمالات قد ما اقدر. ما ادري هل هنا في شيء ولا لا فوق. خل اجرب، اي اتوقع انه ممكن يكون في شيء. ما ادري اذا في شيء ولا لا اصلا. طيب في البداية خلونا نتأكد هل كان في شيء فوق ولا لا، لو ان رحنا. مفتاح ما
ادري اذا بيفيدنا ولا لا المفتاح، بس خلونا نفترض مثلا لو ان نزلنا للاسفل، وين راح يودينا البلاتفورم الازرق الموجودة هناك؟ ما لنا الا نصبر ونشوف ايش ممكن نشوف قدامنا. اوكي ننتبه من البصالح ومن البطيخ اللي هنا. اوكي في نيران هنا ممكن تسبب لنا قروشة. الظهر الطريق تحت صدقون بالنيران. بس دقيقة خلوني اكمل اشوف ايش ممكن. لا لو اني كملت هناك شكله هنا الطريق، بس يبغالي انتبه. اوكي ممتاز. شوفوا لو اني رحت الجهة اليمين جهة النار، يعني الطرق الصعبة بزيادة كانت غلط، بس ما انكر انها كانت فعلا متاهة، يعني ما مرحلة جيدة، يعني ما هي سيئة ابد، حلوة. يعطيكم العافية واطلع لجديدكم. فإلى هنا يا جماعة الخير نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا وانبسطتوا، وبإذن الله راح نشوفكم على خير. جتني كثير مراحل بالهاشتاج اللي هو سينسي ميكر، فأطلع المراحلكم الجديدة لأني جالس أشوف مستويات حلوة صراحة. فنشوفكم بإذن الله على خير قريب. استودعتكم الله وفي أمان الله.